بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض دلوقتي بعد ما حكيتيلي ان ضرب منا احترت لان واضح ان انا كنت بحبك وواضح كمان ان انا عذبتك قدرت توصل لاي اتفاق لتاجيل السداد الرهن هيتفك خلاص ما تيجي نكمل السهره عند سعيد ده عامل حفله عنده في البيت دكوخ يلا بينا طب تحب تيجي معانا لا ما تشغلش بالك بقى أنا هروح عند ناس أصحابي قريب من هنا إيمان خلاص جاي في طيارة بكرة بعتت لي رقم الرحلة وميعاد الوصول بجد؟ بكرة؟ بكرة بكرة يا إسماعيل عايدة أنا قلت لك إن موضوع لولا ده كله كده أنا مش عم بحكي عن لولا أنا بعرف كتير منيح إنه هيدا الموضوع مش حقيقي لأنه أنا اللي دبرته أنا عم بحكي عن عشيقتك الحقيقية كريمان مستغرب اني بعرف عن علاقتكم ولا اني بعرف عن اسمها اللي ما حدا غيركم بيعرفه مش معقول عقد لسانك وينه الأديب الكبير اللي بيكتب صفحات بس ليتغزل بالروح المعذبة اللي معلق فيها واللي مش قادر يبعد عنها بس بصراحة لازم أعترف مع أنه ما بحب القراية بس كتير حبيت شو كتبت كتير موهوب منيح صار معك موضوع لولا كرمال تبعد عن الطب وتركز بالكتابة مش فاهم
ولو اني غبية اني صدقت انك رح تحاول مثل ما انت وعدتني، مش معقول تكون انت كمان غبي. اللي بيخبي كل اللي انت خبيته مش معقول يكون غبي. انا مبسوطة اني تعلمت منكم انتو اثنين، وبفتخر بفتخر اني تفوقت عليكم. يوم ما كنت ناطرتك مثل الغبية لنروح نقابل عمي على المينا، النهار اللي نسيتني فيه. اجيت لولا لتخبرنا عن علاقتها فيك وعن علاقتك بكريمة. ما في خبرك شو حسيت بس شفتها قدامي، وأنا بعرف إنها كانت معك، بس لأنه كنت بعدني غبية قلت يمكن لولا عم بتكذب، يمكن عم تنتقم منك لأنك انهيت علاقتك فيها مثل ما هي عم بتقول. جربت أخلق لك عذر، لحد ما تأكدت بنفسي، شفتكن بعيوني وعقد ما انقهرت قررت انكم تذوقوا من نفس الكاس. كان سهل العالم يشوفوا كيف صرت حزينة، ولما لقيت طنط مجدة انتبهت علي عرفت انه بس مسألة وقت تيعرف الكل كيف الدكتور المحترم عم بيعامل مرته المسكينة. بس للأسف طنط مجدة ماتت، صار لازم أنا أتصرف لحالي، فرجيهم كيف عم تأذيني مش بس بالمعاملة وبالفعل. وأنت سهلت لي إياها. اليوم اللي اتصلت فيك وركضت لتشوفها ونسيت حالك، تركت قصتكم اللي عم تكتبها والجواب اللي هي كتبت لك إياه، ودفتر الروشتات يلي بوقتها ما كنت بعرف كيف بدي استخدمه. بس لحالي ما كان فيي أعمل كل شي، كرمال هيك قبلت جوزها وحكيت له كل شي. ويا حرام كان مصدوم مش عم بيصدق مرته شو عم تعمل فيه وهو مريض. كيف قادرة تكذب عليه وبنفس الوقت تحسسه انه هو اللي ظلمها بينما هي اللي عم بتخون. اتفقنا على كل شي وما كان صعب أبداً أقنع لولا تشارك معنا. حبيبكن كتار اسم الله. مستحيل مستحيل أصدق أنك عملتي كل ده. مستحيل يكون جواكي كل شو؟ حقد؟ غل؟ وكم مرة قلت لك إذا مش قادر نكفي خلينا فل وروح عند أهلي؟ كم مرة أنت قلت لي خليكي هون وبدنا نجرب؟ كم مرة جربت أقرب منك وبالآخر بتقرب منها هي؟ هي اللي أنا فتحت لها بيتي؟ قلتلك أنه أنا قربتكم من بعض وهيك بتغدروا فيي بالآخر أنتوا اثنين؟ لا هي قصدت ده ولا أنا قصدته. معقول قادر تبرر؟ ملوش تبرير، أنا اللي عملته غلط. غلط عمري ما كنت متخيل إن أنا ممكن أعمله، ولا قادر أطلب منك إنك تغفريه. وكان لازم أجي أقول لك، وكان لازم أحاول أبعد عنها أو على الأقل أديك فرصة إنك تختاري، لكن أنا كنت خايف أظلمك. وانت اخترت انه ما تفكر غير بحالك وظلمتني، والظلم لازم يندفع تمنه. والتمن ده ما كانش يندفع غير بانك تردي ظلمي ليكي بظلم اكبر.
تورطيها في مشكلة مع جوزها اللي حرمها من بنتها وتشوهي سمعتي قدام كل الناس وتظلميني بتهمة وانت متأكد اني بريء؟ وابننا اللي كان حقيقي كان هيبقى ذنبه ايه؟ ولا ده كمان كان دم لخدتك؟ مظبوط، لأنه ما كان في حمل من الأساس، بس كان لازم أعمل هالخبرية كرمال بعدك أنت وكريم عن بعضكم. أما بالنسبة للهانم كريمة، فكان لازم هي كمان تدفع ثمن إنه جربت تاخد شي بخصنا إلي. هلأ هي خسرتك وأنت خسرتها، وهيدا الشي الوحيد اللي خلاني أتحمل العيشة معك من بعد ما عرفت بعلاقتك فيها. كان فيي أتركك من أول يوم، بس كان بدي أشوفك هيك مهزوم وخسران كل شي. هلا صار فيي امشي انا ومرتاحه. انا مستعد لاي خساره، لكن ارجوكي بلاش تخليني اخسر ناديه. ارجوكي يا عايده، مش عشاني، بس فكري فيها وفي مصلحتها. كان لازم انت تفكر فيها اكتر من هيك. أهلك فيهم يشوفوا نادية بس بدهم هن وبس. أنت ما بدي يكون عندك علاقة لا فيها ولا فيه، لا من قريب ولا من بعيد. أنا رح أطوي الصفحة هلأ، ما رح أرجع أطلع فيها أبدا. أنت بتعمل إيه؟ صباح الخير، حضرت الفطور. قلت تبتدي يوم الأربعاء بداية مختلفة عن الفترة اللي فاتت. كنت بستنى من الجمعة للجمعة عشان معناه إن احتمال ترجعي، حتى لما كنت ما بتجيش كنت بصبر نفسي وأقول يمكن المرة الجاية، لكن ربنا كان شايلي أحلى مفاجأة لما رجعت لي في يوم ما كنتش مستنياك فيه. حتى لو كنت لسه ما رجعتش قوي، فانا هفضل جنبك مستنياني اجي، عشان زي ما كنت مصدقه قلبي لما كان بيقول انك لسه عايش، فانا مصدقه ان نينو لسه هنا ما راحش في حته. حاولت احضرهم زي ما انا فاكر، بس مش عارف طلعوا مظبوطين ولا لا. ريحته اتجنن، صحيتني من النوم. بس لخبطت لك الدنيا، انا اسف. كل اللي اتلخبط هنرجع نظبطه. أول مرة استطعم حاجة من يوم ما سافرت. كنت بحاول أفضل عايشة في غيابك. كنت بتنفس. لكن دلوقتي بس قادرة آخد نفس.
مالك؟ في حاجة مضايقاكي؟ أصلك يا دوب لسه نازلة ورجعتي على طول وشكلك مش ولا بد. أنا بس بطمن. عايدة سافرت، رجعت لأهلها من غير حتى ما تودعني. يمكن حصل لها ظرف مفاجئ ما لحقتش تقولك ولا تودعك. شوفي بابا وقف قدام الدنيا كلها عشانك ازاي، لكن أنا عايدة وحسن فرطوا فيا بين يوم وليلة كأني معنيلهمش شيء. معقولة يكونوا وحشين قوي كده؟ ولا أنا اللي ما استاهلش إن حد يتعلق بي؟ أنتِ تستاهلي كل حاجة كويسة، ولو نصيبك في الكويس اتأخر معناته إن ربنا كاتب لك فرحة كبيرة لما تجيلك وأنتِ مش مستنياه، زي فرحتي كده بسي صدقي لما جاني. وأنا كنت فاكرة خلاص مش هاخد حاجة عدلة من الدنيا دي. مهما كان رأيي في قرار بابا أو في جوازكم، ده ما يبررش اللي أنا عملته. ما كانش يصح أبداً إني أتعامل معاكي بالطريقة دي. أنا آسفة. أنا كنت قايلة إن أنا مش هدخل البيت ده طول ما أنتِ مش قابلاني فيه. ولولا الظروف اللي بيمر بيها سي صدقي والمشاكل اللي حصلت له، أنا كنت اتمسكت بكلمتي وما رجعتش فيه. لكن ما يصحش أسيبه في ظروف زي دي وما أقفش جنبه. اللي أنتِ عملتيه معاه ده واجبي، لكن أنا ما عملتوش عشان هو واجبي. عملته عشان بحبه. ما يهونش عليا أشوفه منكسر. زي ما أنا ما يهونش عليا أشوفك بالشكل ده. بس أنا مش مكسور. معلوم معاش ولا كان اللي يكسرك ولا يكسر نفسك. وأنا ما كنتش عايزاكي تعتذري لي، رغم إن أنا عارفة إن سي صدقي هو اللي قالك تعملي كده. أنا بس كل اللي كنت عايزاه إنك تحاولي تقبليني، تحاولي تقبليني في وسطيكم. وعارفه انه صعب، زي ما صعب عليا انسى اللي انت اتهمتيني بيه. انا صحيح طيبه وجدعه وكل حاجه، لكن مش سهل عليا انسى حد دسلي على طرف. يا اختي نزلي حاجبك اللي مش علقهولي فوق ده. انا كل اللي غرضي اقوله لا انت هتصفيلي ولا انا هصفالك بين يوم وليله. واللي خلاني ارجع البيت هنا هو اللي خلاكي تعصري على نفسك ليمونه وتجيلي وتعتذري لي سي صدقي. صحيح أنا وإنتي في بينا فرق السما عن الأرض، لكن لو في حاجة واحدة بس هنتفق عليها هي الراجل ده اللي إحنا الاتنين بنحبه. ولا إنتي بتشكي في معزتي ليه؟ يبقى خلينا نحاول عشان خاطره هو. ومين عارف، يمكن رب القلوب يولف قلوبنا على بعض. استبينا؟ طب ما انتي بتعرفي تضحكي اهو. الله الله الله، واسنانك حلوه اهو. كريمه فين؟ مش موجوده. راحت فين؟ سيبها في حالها، الله لا يسيئك. يا جليل انا مظلوم. عاده طلعت عارفه كل اللي بيني وبين كريمه، وهي اللي خططت لكل المشاكل اللي حصلت واتفقت مع رولا عليا، وكمان حكت لاسماعيل. يا مصيبتي، يعني هو كمان عارف اللي بينكم؟ انت لازم تلحقها، دي سافرت. سافرت؟ راحت علشان تجيب ليلى، سافرت معاه. استنى. تعالي وانا اخوها اللي في مصر. هي اسمها قالت ان اسماعيل هيطلع على الابعديه قبل ما يروح المطار، وانا ما اعرفش الابعديه دي مكانها فين، بس علي عارف.
الحمد لله على السلامة. مش هتنزلي؟ لا انزل انت، ادخل هات الورق وما تتأخرش عشان نلحق معاد الطيارة. استأذنك ممكن تفتحي التابلو؟ محتاج حاجة منه. دي وقت منك يوم الحادثة؟ المرة دي حافظة عليها كويس عشان ما تقعش، والمرة دي برضو مفيش حاجة عشان تضربيني بيها، عشان المرة دي مش مسموح إن أي حاجة من اللي عملتيها فيا النوبة اللي فاتت تتكرر أبداً. قضيت نص عمري متكتف واقف في مكاني، ولما ماتت حسيت ان التكتيفه اتفكت، جريت في كل حته يمين وشمال، انما لقيتني بضيع الباقي من عمري بجري ورا احلام عدى وقتها مع العمر اللي راح، كاني كنت عايز احصل من الدنيا اللي فاتت. فضلت كده لا عارف احصله ولا عارف احلم احلام جديده. انا من يوم ما حصل اللي حصل انا خايفه عليك دلوقتي، بس اول مره. وانا كان يهمني اطمنك، اطمنكم كلكم، ويعني على قد ما كان صعب عليا إني أسلم من أحلام القديمة راحت، من فاضل جوايا بس حنين للي فاتني، على قد ما عندي أمل في بكرة، ومستني اللي يهمهم أمري شاركوني فيه. خير يا عزيز؟ أنت كويس؟ أنا كويس ما تقلقيش. أقدر أساعدك بحاجة؟ كان بدي بس أرد على سؤال سألتوني من فترة. سؤال إيه؟ اللي بيني وبين صوفيا خلص، يمكن هيبقى على طول ليها مكانة خاصة في قلبي، بس ده لأنها عمرها ما غلطت فيا. الموضوع ما بقاش يخصني، بس أنا عايز أخصك. عايز أقول لك إن قلبي خالي، كوني بدور على اللي يملأ. كل اللي محتاجه منك فرصة تانية لو لسه ليا مكان في قلبك. مين يا سارة؟ ده عزيز يا ماما. ده انت سبتيني سايح في دمي وهربتي. انا كنت فقدت الذاكره فعلا، بس كلها كام يوم وافتكرتك، وافتكرت ليلى، وافتكرت اللي انت عملتيه معايا. وطبعا فضلت مفهم الناس اللي حواليا اني ناسي كل حاجه واني فقد الذاكره، عشان اهرب من السؤال اللي كان في عينيهم: انت اختفيتي فين وليه؟ فاكره يومها؟ كان عندي أسئلة كتيرة جدا وكنت مستني إجابات منك وهربتي. المرة دي بقى هتعرفيني كل اللي معرفهوش. عرفتي الدكتور ده إمتى؟ وعلاقتكوا وصلت لحد فين؟ أنا ما كانش في حاجة بيني وبينه. ما أنا قلت لك إن أنا كنت بشتغل عندهم.
وإن هو كان بيساعدني عشان ألاقي عنوان إيمان في فرنسا. هو أنا ما قلتلكيش أنا لقيتك إزاي. طبعاً قعدت أدور عليك كتير جداً لحد ما وصلت لعنوان عالي أخوك في مصر وأطرته وهو رايح لبورسعيد. وأول ما شفتك وقبل ما أخلص عليكي كان الدكتور وصل لك. كان واضح من طريق كلامكم مع بعض ان انتوا مش مجرد معرفة وان في بينكم حاجة. سبت نفسي عن اني اقتلك وقلت اسيبك كام يوم كمان. كل يوم كنت بشوف اللي يثبت لي اللي طول عمري عارفه ومش قادر رأيله دليل انك اوسخ بني ادم خلقها ربنا. طول فترة جوازنا انا حافظت على بيتك وعلى عرضك، ما كانش فيه اللي يخليك تشك فيا كده. وخطبتك اللي فسختيها عشان الراجل اللي كان دايب فيكي ورميتيه وجريتي ورايا اول ما شاورتلك، ولا انت ما رميتيهوش وفضلتي على علاقه بيه حتى واحنا مع بعض؟ اكيد كان في بينكم حكايات ومقابلات. وهقابله ليه؟ انا سبته عشانك. ولو كنت لقيتي فرصه احسن مني كنت دوست عليا زي ما دوست عليه؟ انا اخترتك لاني صدقت ان انت بتحبني. وانت حبيتي مين؟ حبيتي حد فينا؟ حبيتي حد غير نفسك؟ طب البيت والفلوس واللبس كانوا تمن كافي عشان تلعبي دور الزوجه، فلما طمعتي اكتر بقيتي بتعملي ده من غير نفسك؟ لو انت شايفني وحشه قوي كده اتجوزتني ليه؟ عشان قلبي وسخ زيك وحبك. انت اخترتيني زي ما بتقولي بس مش بقلبك. مش مهم قلبي ولا عقلي، انا اخترتك وانا بدفع ثمن الاختيار ده لحد النهارده. وما دام اخترتيني مش هينفع ترجع في اختيارك. احنا لبعض وما فيش حاجة هتفرقنا غير إني أعرف أخرجك من جوايا، يا تخرجي من جوايا يا تخرج الحياة من جواكي. إسماعيل! إسماعيل! إسماعيل بتعمل إيه؟ إسماعيل! النهارده أحلى يوم في حياتي، أخيراً هاخدك في حضني. ما بقتش متأكدة إذا هديلك الدفتر ده، وبيتهيألي دي هتبقى آخر حاجة أكتبها فيه. أنا مش عايزاكي تكرهيه، كفاية إنه هيرجعك ليا. ساعتها أنا ممكن أحاول أسامحه على كل اللي حصل. صحيح هو اتغير، إنما أنا كمان اتغيرت يا ليلى، مش هقدر أكون معاه حتى لو علشانك. إنتي مش هتبقي عايزالي ده. أنا بضحي بفريد، أهم حد في حياتي، عشان أبعد عنه وعن أذى إسماعيل لو عرف اللي بينا. أنا هاخدك وهترجعي معايا على بيتنا الجديد، وهتبتدي حياة ما فيهاش خوف ولا كده، بعيد عن كل العذاب اللي عشناه بسببه، ووسط الناس اللي لقيت الأمان في حضنه. ايه الكوابيس رجعت لك؟ اصل بقالك فتره ما كتبتيش هنا ان هي بتجيلك، يعني ده لحد ما قريت كل اللي مكتوب هنا عن الحياه الجديده، عن الدكتور فريد، انك عايزه تعرفي ليلى عليه، عن رجعتي اللي غيرت لك حساباتك.
خايفة؟ ولا كنت بتقولي موتني ليه؟ ولا رجعت في كلامك؟ تأخر الدكتور مش كده؟ لما مراته جت حكت لي كانت متخيلة إن هي هتقول كلام يصدمني، ما تعرفش إن وضعتك ما تصدمنيش، بالعكس أنا كنت ممتن ليها جدا لكل حاجة حكتها لي، علاقتك بيه، وجودك في بيتهم، خيانتكم ليها انتوا الاتنين، كل كلمة حكيتها عنك كانت بتأكدني ان انا ما كنتش ظلمك، زي ما هي ما كانتش ظلماه لما قررت تنتقم منه. بتهيالي الدكتور مش هيهدى غير لما يصلي مش كده؟ خايفة عليه؟ خايفة عليه زي ما خفتي زمان على علي، زي ما خفتي على ليلى، مع انه ما كانش فيه لزوم تخافي على ليلى. ما انا مش معقول هأذي بنتي، ولا هي مش بنتي؟ بنتك ورحمة أمي بنتك، عارف ان هي بنتي، مستحملش ابعد عنها يوم واحد. مش عارف ازاي انت استحملتي تسيبيها وتسيبيني وتغيبي طول الفتره اللي فاتت دي. لو ايه ودخلتي في علاقه كنت هتتجوزي. يا ترى لما تعرف هتقول لها ايه؟ انا استحملت كل اللي انا مريت بيه عشان كنت عارفه ان انا هسافر لها. تسافر لها فين؟ فرنسا عند إيمان. مطرح ما أنت سافرتها؟ ما حصلش، ليلى ما خرجتش بره البيت يوم واحد، ثم إني ما أقدرش أستغنى عنها. حمدية دخلي البنت جوه عشان الشمس حامية. كانش ليه لازمة حضرتك تيجي معايا، أنا كنت هتصرف. كانش ينفع أبقى عارف إن السبب في الخطر اللي هي فيه وأفضل بعيد. المهم أول ما نوصل تطلع على اسم البوليس اللي هناك. أنت الوحيد اللي تقدر تقول لهم اتدخلوا لأنك أخوها. حضرتك. النهارده فريد شاف صورتك. مش قادرة أوصف لك إحساسي بإنه أخيراً اتعرف عليكي. ومستنية بفارغ الصبر إنك ترجعي. كل ما بنقرب من بعض أنا وفريد بخاف أكتر، بخاف من اللي بكرة هيعرفوا عني ومن رد فعله، مع إني متأكدة من شهامته ونبره، وخايفة إنه شهامته دي هي اللي تخليه يفضل يجي على نفسه علشاني. على قد ما أنا حاسة بالذنب ناحية عايدة، وعارفة إنه فريد كمان مش مرتاح، على قد ما اتضايقت لما طلب مني ان جوازنا يبقى في السر. لكن كمان لما بتحبي حد قوي بتبقي عايزه الدنيا كلها تعرف. نفسي اليوم ده يجي لما تكبري وتحكي لي انك بتحبي، هبقى اسعد انسانه في الدنيا، وبدعي ربنا يكتب لك راجل بجد زي فريد. اصعب حاجه في الدنيا انك تبقي شايفه سعادتك فين وتختاري تمشي في طريق تاني غيره. وبالرغم من اني متاكده ان سعادتي مع فريد، لكني خايفه اكون سبب تعاسته. انا خايفه عليكي من باباكي، خايفه لو في يوم يرجع زي ما كان ساعتها مش عارفه لو هقدر احميكي منه ولا لا. لو كانت كل حاجه مشيت زي ما اتمنيتها كان زماني انا وفريد عندك وبنجيبك وترجعي معانا سوا مع الراجل اللي عارفه اني مش هطمن غيره وهو معانا.
كريمة؟ عملت فيكي حاجة؟ أهلا أهلا أهلا، تأخرت ليه يا دكتور؟ لحتى البيت ما يتوهش، ولو أني يعني ما يصحش تدخل بيوت الناس من غير استئذان. ولا الهاني معودتك على كده؟ سيبها تمشي يا إسماعيل، خطفك ليها يعتبر خطف؟ خطف إيه؟ دي مراتي وده بيتها. ولا أنت صدقت إن ممكن يبقى في بينكوا حاجة حتى بعد ما عرفت إن هي ست متجوزة؟ إحنا كل اللي بينا خلص يوم ما أنت رجعت حياتها. هي علمتك الكذب؟ ولا أنت كمان ملاوع زيها وده اللي جمعكوا ببعض؟ وعشان تداروا على خيانتكم للي حواليكم اضطرتوا تزوقوها باسم الحب والغرام عشان تجملوا شكلكم قدام نفسكم وقدام بعض. اللي انت ما تعرفوش بقى ان الهانم ما بتحبش حد غير نفسها. ولما انت شايفها كده حبسها ليه؟ سيبها. نفس اللي خلاك تيجي ورا، اللي عملته معاك هو اللي عملته معايا، واللي انا وصلت له ده هو اللي هتوصلك ليه. طب هي حكيت لك انا حبيتها قد ايه؟ حكيت لك عن الحياه اللي انا انتشلتها منها؟ قالت لي كل حاجه. طب هي قالت لك ان هي كانت بتسلي زباين البرتيتا عند ابوها؟ حكيت لك هي عملت ايه عشان توقعني في شباكها؟ ولا تحكي لك ليه؟ هتلاقيها وقعتك بنفس الطريقه. ما كانتش محتاجه تحكي لي الحالة اللي كانت عليها لما وصلت بورسعيد، العلامات اللي انت سبتها على جسمها كانوا كفاية ان افهم انت كنت بتعمل فيها ايه. انا بحكي لك على اللي هي عملته فيا وانت مش عايز تسمعني. طب انت عارفة انت عملت فيا ايه؟ عارفة انا حسيت بايه لما اتقابلنا في بورسعيد؟ بدل ما احس انك ندمانة حسيت كأنك زعلانة اني ما متش. ده أنا ما صعبتش عليك يا كريمان ومشيتي من عندي ورحتي له. أنت فاهمة أنا كنت حاسس بإيه وأنا شايف نظراتك ليه وأنت قاعدة جنبي؟ فاهمة أنا كنت حاسس بإيه في كل مرة كنت بتبقي قاعدة معايا وبتسيبيني وبتروحي له؟ قلت لك قبل كده يوم ما ظهرت كان كل اللي بينا انتهى. ولما هو انتهى جاي وراها لحد هنا ليه؟ عشان أطمن إن أنت مش هتأذيها، ولو كنت جيت ولقيتها بخير كنت مشيت من سكات. تطمن بصفتك ايه؟ دي مراتي، ملكي، يعني لو قتلتك دلوقتي قدام عينيها بعد اللي عرفته عنكو وبعد مجيتك برجليك لحد هنا وراها في بيت الزوجية هيبقى اسمه دفاع عن الشرف، وساعتها لا حد هيلومني ولا حد هيحاسبني. وانت فاكر لما موتني هتحبك وترجع لك؟ انت خسرتها، وكل اللي بتعمله ده مش هيخليها ملكك. ولو موتي معناها انك هترحمها وتسيبها تمشي، فانا جيتك بنفسي لحد عندك وواقف قدامك، لكن مش همشي من هنا غير وهي معايا. يا تسيبها يا تقتلني. لا يا اسماعيل لا، سيبه يمشي فريد، يمشي، انا مش عايزه حاجه غير مش هشوفه تاني، والله ما هشوفه تاني ابدا. انت كمان مستعده تضحي برايك عشانه؟ مستعده تموتي عشانه؟ انت بتحبيه بجد؟ طب وانا؟ انا عملت لك كل اللي انت عايزاه. أنا حبيتك أكتر من نفسي، ولما رجعت لما رجعت أنا اتغيرت. أنت بنفسك كاتبة إن أنا اتغيرت. يعني إيه؟ يعني أنت حتى وأنت مش معايا لا قادرة ولا عايزة تبقي معايا؟ عايزة إيه يا إسماعيل؟ عايز مني إيه؟
عايز احرق قلبك بنار زي اللي ايده جوايا دلوقتي ومفيش حاجه تطفيها. بس حتى لو قتلته معرفش النار اللي جوايا دي هتطفي ولا لا. انتي انتي قلبك هيتوجع عليه وهتكرهيني، هتكرهيني اكتر ما انتي كرهاني دلوقتي، وانا هتعذب وهتمنى الراحه اللي مش هعرف اوصل لها طول ما قلبك معايا مش معايا. عايز احرق قلبك واتاكد ان هو لو ما بقاش معايا ما ينفعش يبقى مع حد تاني، حتى لو ده معناه نهايتي. ربما لو بحثنا عما جمع بيننا لن نجد سببا واضحا يمكن الجزم به، ولكن اسباب البعد كانت واضحه. ماضينا، حاضرنا، مستقبلنا، كل ما حولنا كان يصرخ في وجوهنا معلنا اننا اخطانا. الرحيل اصبح حتميا، حتى وإن زالت العوائق فهي قد تركت بداخلنا جرحا غائرا لن يندمل. ليلى، ليلى، انت كل ده هنا؟ ما تخافيش علي انا واخد بالي. انت فين كل ده؟ صفية بتدور عليك، تعالى نروح لها. كانت فاكره ان انت خلصت شغل ورحت تتمشى مع مريكا. لا، مريكا روحت من بدري خالص. كده بقى هو اللي صاحبي. شوفي بقى مين هيوديكي البحر. ما تقولي لها حاجة يا اختي. غلبت معايا قبل، مش راضية تقعد معانا ولا يوم كمان. مش بخاطري، الفيلم خلاص هيبدأوا يصوروه من بكرة، وما ينفعش أبدا أتأخر، وعماد مأمني نرجع قبل ما الدنيا تليل. يعني هو هيخاف عليك أكتر مننا؟ ده حيالله أخوكي. وهو اللي ماسك كل شغلها ومواعيدها، دي تلوس خالص من غيره. قولي لها، وبعدين إحنا لسه فيها، غيروا أنتوا رأيكم وتعالوا معايا على مصر. لا، يروحوا فين؟ مش كفاية كريمة بقالها أسبوع بحاله أجازة على حس زيارتك ليها؟ راجع الشغل بكرة، ما تقلقيش. نامت ولا لسه؟ نامت بعد ما طلعت عيني. قشطت عليها ثلاث مرات وكل شوية تغير فستانها. تقولي البت حطها في دماغها؟ أنت بتقولي فيها؟ شوفي هادية ونايمة في حضني إزاي؟ تشوف سارة ولا عزيز، تفتح وصلة عياط، تقوليش بقى روسها؟ يظهر إن مفيش عمار ما بيني وبين اسم ماجدة ده أبداً. أهي نبيلة جت أهي. بقيتي كويسة؟ مش قوي، كان لازم افضل مريحه في البيت زي ما وحيد قال لي علشان ما تعبش. تعب انت لسه في الاول، ده في ستات بتحمل وتخلف وتقوم تحط الاكل على البابور وتعمل اكل لعيلتها ولا كان في اي حاجه. مش عايزاكي تقلقي، التعب اللي في اول الحمل دي حاجه طبيعيه كلنا مرينا بيها. لا بس انا مش هقدر استحمل كده خمس شهور كمان. خمس شهور؟ انا حاولت كمان خمس شهور. اول ما بتولدي العيل ما بينامش على طول، ومواعيد اكله ونومه هيبقوا ملخبطين، وبعدين يبدا يسنن ومين عارف. بس بس بس، لا لا خلاص، انا رجعت في كلامي، خلاص مش عايزه. وماله يا حبيبتي، نرجعه مكان ما جبناه، بس اهم حاجه معاكي الفاتوره. اتفضلوا. الله يدبو. عفارم عليك، فكرتيني، كريمه جالك ده من يومين، قلت هديهولك لما ترجعي الشغل.
إلى من أهدت روحي الحياة وأنقذتها من الشقاء والتيه الذي استمر لسنوات، إلى من عذبت قلبي فعذبت روحها، فقط لأعرف أن ذلك العذاب ما كان إلا طريقاً يجب أن نمشيه لتطهير أرواحنا. إلى معذبتي وملهمتي، ربما يظل لقاؤنا مستحيلاً، وربما نلتقي يوماً ما بعد أن نتخلص من كل ما علق بأرواحنا في تلك الرحلة. عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده، انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك، انا مدمنك مع اني عارفه انك طريق اخره سراب، لا انا قادره من حبك اخف ولا قد اعرف ولا أدري.
أعرض للانسحاب.